وحسين طالعين لنا شوي نتمشى نغير جو. فسحة، هذه فسحة اللي هو المنصات، فسحة المنصات. تعال نروح منا قدام. ما تبغى تذاكر فيها؟ لا. ما تحب المنصة؟ ما. كل باقي حصة واحدة. شوف هذه الفسحة حق المنصات، ها طلاب يطلعوا شوي يغيروا جو. عجبتك المنصة؟ اخذ صفيرتك علشان اصفر للطلاب، اقول لهم تعالوا المنصة. يلا ناخذ لنا بس فرة شوي. يلا تعال. تعال نتمشى لنا شوية. وايش رايك؟ دخلني وياك في المظلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اليوم الأجواء بصراحة حلوة. وايش رايك في الأجواء حسين؟ حلوة. يلا نتمشى نسوي رياضة شوي. ما شاء الله نغير جو شوي. باقي عندنا ثلاث حصص. من هو اللي درسوك اليوم؟ استاذ حيدر. استاذ حيدر وش قال عنك استاذ حيدر في المنصة؟ شاطر. قال لك انت شاطر؟ ايه. ومن هو بعد اللي شارك اياكم؟ اصدقائي. اصدقائك شاركوا؟ ايه. ودك بكرة يصير في منصة لما ودك؟ ودي. حلوة يعني المنصة؟ ايه. ما تبغى تروح المدرسة؟ نشكر المدير والإدارة والمدرسين. ايه. على حضورهم وين؟ المنصة. وش تقول للطلاب اليوم؟ يقعدوا من النوم؟ يقعدوا من النوم ويكلوا مفطروا ودخلوا ودرسوا. ودخلوا وين؟ دخلوا المنصة. المنصة وشاركوا مع الأستاذ. بالتوفيق للجميع. لمستها حلوة جميلة. يلا خلنا نكمل. كمل أبوي. كمل الأجواء الجميلة هنا ما شاء الله. شوف ما شاء الله ما شاء الله مطر قوي. سمع صوت الرعد. ترى ما عندك إلا باقي بعد 10 دقائق عشان تروح الحصة الرابعة. قال لكم روحوا فسحة صح؟ بس انت فطرت حسين. يبي لهم. يلا 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 مشينا مشينا نرجع. هذه هالأجواء بعد ما نقدر نمشي أكثر. وش نقول للمتابعين حسين؟ يحطوا لنا لايك. كم قلب تبغى؟ كم قلب؟ لايك واشتراك في القناة، واكتبوا لك تعليقات جميلة جميلة يا حسين.